أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نعزيكم جميعا بالذكرى 21 لاستشهاد شهيدنا العزيز الشهيد قنبر رحمة الله عليه. الشهيد عيسى قنبر من الشهداء المتميزين في التسعينيات، فالشهداء لهم درجات، كما أن العلماء لهم درجات فكذلك الشهداء. ولو نظرنا إلى شهداء الطف الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لوجدنا أن درجة حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه تختلف عن درجة البقية، كما أن درجة شهادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه تختلف عن غيره. فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لعمي العباس درجة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. والسر في ذلك أن أبا الفضل العباس كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، ولذلك تقرأ في الزيارة الشريفة لأبي الفضل العباس: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك مقتديا بالصالحين. وتقول أيضا: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. لو رجعنا إلى شهيدنا الغالي الشهيد عيسى قنبر، لوجدنا أنه ثابت الإيمان صلب الإيمان، مضى على بصيرة من دينه، لم يندم ولم يتردد، كان مقيدا بالسلاسل طوال الفترة التي كان في الزنزانة، ولكنه كان يتمتع بمعنويات عالية. كان يعلم أن حكم الإعدام قد صدر بحقه، لكن معنوياته كانت تفيض على غيره. كل من جالسه، كل من خالطه في السجن، نقل عنه سجايا معنوية عالية وراقية. كان يتمتع بصلابة الإيمان، كان نافذ البصيرة، لم يتردد حتى آخر لحظة من حياته، إلى اللحظات الأخيرة كان صلب الإيمان. لقد تذكرت الشهيد عيسى قنبر رضوان الله عليه حينما أعدم الشهداء الثلاثة. الشهداء الثلاثة قدس الله أرواحهم الزكية والطاهرة، حينما جاءوا لهم قبيل 24 ساعة من تنفيذ حكم الإعدام، وقالوا لهم إن الإعدام سينفذ، وجاءوا لهم بشيخ لكي يوصيهم بالوصايا، وحينما أخبرهم أن حكم الإعدام سينفذ بحقهم ضحكوا. فقال لهم: ولم تضحكون؟ فقالوا: إنها اللحظة التي كنا نتمناها. هكذا علمنا الشهيد السنجيس، هكذا علمنا الشهيد السميع، هكذا علمنا الشهداء الثلاثة الذين ساروا على درب الشهيد عيسى قنبر، وهم جميعا قد ساروا على نهج أبي عبد الله الحسين وعلى نهج أبي الفضل العباس الذي جاءه الشمر ليلة 10 من المحرم، وكان يدور حول الخيم ويقول: أين بني أختنا؟ أين بني أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ ف
فكره أبو الفضل العباس أن يلقاه، فقال له الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أجبه وإن كان فاسقا. فخرج أبو الفضل العباس لشمر بن ذي الجوشن، قال: يا عباس، جئتك بالأمان أنت وإخوتك، واترك الحسين بن علي. فقال العباس صلوات الله وسلامه عليه: لعنك الله ولعن أمانك، ألنا الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ هكذا امتثل شهداء البحرين، قالوا: ألنا الأمان ودين الله لا أمان له في البحرين؟ ألنا الأمان وعلماء الدين في البحرين لا أمان لهم؟ ألنا الأمان والمواطن الشريف في البحرين لا أمان له؟ لقد قدموا دماءهم وتقدموا ووضعوا أرواحهم على أكفهم وبذلوها رخيصة من أجل دين الله تبارك وتعالى، لذلك خلدوا وبقوا أحياء. وأشكركم على إقامة هذا التأبين الذي هو من شعائر الله وإحياء لشهداء الإسلام، فشهداء البحرين لا يختصون بالنويدرات أو بالبحرين أو بقطعة هنا أو ببلد هناك، إنهم شهداء الإسلام، كل الإسلام رحمة الله عليهم. وأسأل الله عز وجل لهم المزيد من الرحمة وعلو الدرجات والمغفرة، وأن يوفقنا للسير على نهجهم والثأر لدمائهم، وإن شاء الله ببركة دمائهم سننتصر وستتحقق جميع المطالب العادلة والمشروعة في بحريننا الحبيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.